صراحة الواقع تجمعنا ما حد ينازعنا بالحرف الله حقك يا والحال الحمد الله حقك يا مرحبا وكم جديد الله حيك شلونكم وكم طيبين الله يعافيك شلونك طيب وين باقي الشباب ودكم نشد راح ما جلس على ازرق توكل نعم خذ راحتك اجرني الربع كيف الحال وكم طيبين الله يبقيك ارحم نور بك ارحم يلا حي الله يبقيك ارحم الله حي البقاهم راح الاول نجيبه سكربت من قده الرؤوس معصوبه والنار مشبوبه لا حميه شوبه سكربت من قده سكربت من قده ارحبوا ارحبوا هذا سكريب ارحبوا ارحبوا هذا سكريب هذا سكريب هذا سكريب السلام ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله مساءكم جميعا أخواني وأخواتي المشاهدين معكم اليوم فقرة الشباك شكرا بالخير جميع شلوكم طيبين يلا حييهم يا مرحبا والله مسهلا باقي الشباب واعين ولا في تساهم الربع الستة اللي معي يقربون ها؟ الستة اللي معي يقربون ما تعرفهم؟ لا كيد بدون تحيز طرفت لكم سيف انا احس اني معي تحس احس اني من ضمن السبعة والله ما ادري من من الستة اللي بتقش والله ما ادري عاد الناصر مو مصور اللي لابسه وتراكم خصوصا مش ممكن كيف درب عادل وناصر لا والله كاشخين اليوم كيف درب على بال الحياه الطيبين كيف درب ما في مقدم عندك انا عادل وناصر معنا زايد وناجي باقي اربعه زايد لا باقي أربعة لكن الظاهر هم مرقود هذه رسالة مني أنا ما هم من الجمهور رسالة للجمهورهم ترى متسابقينكم مرقود خذ لي كاشف يا بابا ما فيه إلا اثنين هنا ذا الحين طير الاسم حاتم يطالع أنت تدري يا حاتمك معنا ها قرب يا حاتم تدري باقي ثلاثة سالم عبد الله يطالع هو معنا ولا انا ماني طالع ولا ثاني باقي ريان مسجون كيف مسجون الصندوق الاسود يا رجال اي اظهر كاذب يطلع طلعنا طبعا آلية الفقرة مثل ما تعرفون كل فقرة عندنا ست ضيوف يتم اختيارهم عن طريق تصويت الجمهور طلعوا معنا ستة ريان عادل وريان وحاتم وناصر عبد العزيز تفضل عبد العزيز هنا ومشعل وين مشعل السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته طيب تبون تعرفون فرق الدعم اللي فازت؟ اي بالله ونستعرض مقاطعهم اي بالله ريان اقرب يا ريان ناصر يا اخو
ناصر ونعم يا ناصر. وين ريان؟ عليك السلام ورحمة الله. مشعل لا مشعل ما عاد الله ما يدري. ها مشعل واضح انه ما يدري. ها اقرب هنا يا مشعل. باقي ريان بس. مشعل معلمنا تقارب يا ربي. طبعا شرحنا آلية الفقرة اللي هو كلام الجمهور سواء سلبي او ايجابي، لكن لعل بعض الجمهور ما عارف.